بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. محدثكم إبراهيم عبد الحميد. رقم الموبايل الجديد 0175227096. الإيميل firstyear_1988@yahoo.com. هداء لجدات رحمه الله لكل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم يحشر المرء مع من أحب. طبعا احب انوه لحضراتكم ان عملنا للسلسله مدونه على شبكه الانترنت عشان تبقى المدونه الرسميه لسنه اولى كمبيوتر. اسمها او تقدر تخش عليها اليو ار ال بتاعها www.sanaula2010.blogspot.com زي ما واضح قدام حضرتك على الشاشه تحت. واسمها مدونه سنه اولى كمبيوتر. لو كتبت على جوجل مدونه سنه اولى كمبيوتر هتظهر لك اول نتيجه. فممكن لو مش عاوز تحفظ العنوان وتدخل منها عن طريق جوجل يعني تدخل على المدونة اهلا وسهلا. طبعا اتصل او ارسل ايميل لاي سؤال او استفسار او ضيفني على الماسنجر كذلك اي طريقة تحب تسأل بها وتستفسر عن اي حاجة. احب انوه بس الحاجة يعني الناس اللي مش بعرف ارد عليهم كويس او الناس اللي بتبقى استفساراتهم غريبة شوية يعذروني في ان انا مش بقدر اجاوب اجابة مثالية او اجابة شافية، لان احنا كتير بيبقى السؤال بيبقى مشكلة عنده على الجهاز. وطبعا حل المشكلة يستحيل يتم عن طريق الماسنجر او التليفون. لازم حل المشكلة الواحد يبقى قاعد على الجهاز اللي هو بيجرب عليه الحلول، مش هينفع احل المشكلة. فياريت يعني الناس تعذرني مثل هذه الاشياء. كذلك ممكن يكون انشغالي خليني مقصر في حق السلسلة وفي حق مشاهديها، وكذلك يعني ممكن اكون على الماسنجر او حاجة زي كده مش بقدر اتواصل مع الناس بالشكل المثالي، لان طبعا ممكن احيانا يبقى في عدد كبير قوي من الناس بكلمه او حاجه زي كده، فيبقى الموضوع بالنسبه لي صعب. ارجو بس من الناس انها تلتمس لي العذر لتقصيري في حقها. بالنسبه لحلقه النهارده الحلقه 62 ان شاء الله، الاربعاء 24 فبراير 2010 2010 يعني اللي هو ايه 10 ربيع الاول 1431. النهارده الاربع، الحلقه 62. الحلقه بتاع النهارده حلقه مميزه جدا ومهمه جدا، وكنت عاوز اقدمها من زمان حقيقه، بس لايه المشاكل والمشاغل الدراسه وغيره من مشاغل بتعيق ان الواحد يعني ايه تجري رياحه بما لا تشتهي السفن. فيعني ارجو ان الناس تلتمس العذر التقصير في كل الامور دي، ان عارف انها شديد التقصير يعني، ربنا يغفر لي يا رب. الحلقه بتاع النهارده ان شاء الله هتكون بعنوان اتعلم الورد في ساعه، تعلم الورد في ساعه، من انجح حلقات السلسله، فعلى طول متعود اقول اسمها. النهارده الحلقه تكون اتعلم الاكسل 2003 اللي هو اتعلم الاكسل يعني في ساعه ونص ان شاء الله. الاكسل اللي هياخد منها ساعه ونص. طب ليه الاكسل اللي هياخد اكتر من الورد؟ او ليه قلت ساعه ونص؟ يعني علشان نتيح ان احنا نعمل تطبيق ابلكيشن في قلب البرنامج نفسه، يعني مش زي الورد ممكن نفتح مواضيع كده ونسيبك انت تجرب مع نفسك، انما هنا محتاجين نعمل يعني ايه حاجه زي ميني بروجكت، مشروع صغير كده نجرب عليه الموضوع ونشوف الـ البرنامج هيمشي كويس ولا، يعني هنضرب مثال ونطبق عليه او امثله يعني بمعنى ادق. المهم مقدمه سريعه عن برنامج الاكسل. طبعا برنامج الاكسل احنا شغالين عليه برنامج اكسل 2003. طبعا لو عايز تفتحه من ستارت والبروجرامز مايكروسوفت اوفيس، طبعا هتلاقي مني مسطب اوفيس 2007 و2003، فهتلاقيه هو ايه اهو تحت اوفيس 2003. لو عايز تفتحه من هنا، انا مثلا انا حاطه في الكويك لانش، ممكن افتحه من هنا. انا عندي ايرور في البرنامج فبيقول لي مش عارف اعمل ايه، اقول له كنسل بيفتح عادي خلاص. ده برنامج اكسل. برنامج اكسل اولا عايزين نعرف يعني ايه اكسل سريعا. المقدمه النظريه دي مهمه جدا، والحاجات الاوامر والحاجات في اكسل حاجات سهله قوي وبسيطه قوي ومش محتاجه حاجه، يعني انت لوحدك ممكن تعرفها اصلا، بس احنا هنحاول مع بعض ان ايه نتجول في البرنامج. اولا الغرض من حلقه ايه، او ليه انا عامل سلسله اتعلم في ساعه او في ساعه ونص، او ليه بعمل بعض الحلقات بتبقى مركزه قوي كده. اولا الحلقات دي بتحاول تركز على لب البرنامج مش على التفاصيل، يعني بتهمل كتير قوي من التفاصيل في سبيل انك تركز على الوظيفة الاساسية للبرنامج وازاي تستفيد منه. بمعنى ان انا ما اقدرش خلال ساعة خليك 100% في الاكسل، بس اقدر اخليك تبدأ تشتغل عليه، يبقى ادخلك جوه الموضوع تمام، زي ما واحد بيجي يشرح لك حاجة فانت عاوز حاجة دي بسرعة قوي لانك مضغوط ومحتاج تتعلمها في يومين ثلاثة، فما اقدرش يشرح لك بالتفصيل بالترتيب وبالتدريج المعتاد، لا ده هو بيختصرها لك وبيعمل لك ليها خلاصة
تمام. فالحلقات دي عباره عن خلاصه الاكسل او خلاصه الوورد او خلاصه الباوربوينت، سواء في 2003 او في 2007 او ان شاء الله في 2010 و2007 والحلقات اللي جايه ان شاء الله بعد كده، تمام. فاحنا هدفنا هنا ان احنا نعرفك على البرنامج بشكل عام وندخلك جوه الموضوع، يعني تخش جوه المود بتاع البرنامج وتبدا تتفاعل وتتعامل معاه تعامل كويس. طبعا هيفيد كتير جدا من دارسين في مراحل التعليم المختلفه، الناس كتير جدا بتحتاج اكسل وجامعات كتير وكليات كتير بتدرسوا حاجه زي كده، فلو هو خد عنه فكره وبعد كده درسه في الكليه هيلاقيه ايه اسهل، لانه ايه شاف حلقه او حلقتين من سرعه الكمبيوتر فعرف عنه شويه حاجات. اولا اكسل هو اشهر برنامج من برامج الجدول الالكترونيه، في حاجه اسمها السبريد شيت. سبريد شيت يعني الشيت يعني فرخ او ورقه او بتاع، سبريد يعني ممتد. هم قصدهم على ايه؟ قصدهم ان المحاسبين بيبقى لهم دفتر ميزانيه، دفتر كبير ضخم كده مليان مربعات وخانات ومش عارف ايه. الاكسل اللي جاي من هنا، يعني هم لما يكون عاملين الاكسل ده عاملينه المحاسبين اصلا، يعني اكسل برنامج للمحاسبين في الاساس، كويس. فهم جاي من السبريد شيت، بس هو مبني بفكره الجداول الالكترونيه الذكيه. يعني ايه الجداول الالكترونيه الذكيه؟ يعني ان انا اعلم البرنامج ان هو يجمع خانه واحد زائد خانه اتنين فيجمع لي كل الخانات زيهم، تمام. يعني انا اقول له مره واحده لما اجمع لي الرقم ده على الرقم ده فكل اللي زيهم هيجمع زيهم، يعني ايه كل الحاجات اللي من نفس الحاله هيطبق عليها نفس القاعده اللي انت علمتها للبرنامج. فالبرنامج على كده بيوفر عليك وقت كبير جدا. ليه؟ هضرب لك مثلا صغير، انت عندك مدرسه فيها 1000 طالب، ال 1000 طالب دول في سنه ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي بيدرسوا 5 مواد. كل طالب جايب درجه في الماده بتاعته، عايز تجمع الدرجات كل طالب هتمسك الاله الحاسبه وتجمع كم مره؟ 1000 مره. يعني تقعد على الاله الحاسبه تجمع درجات ال 1000 طالب، كل مره تجمع ال5 درجات بتوع ال5 مواد ويطلع لك المجموع بتاع الطالب وتشوفه نجح ولا ساقط، كويس؟ الاكسل بيعمل كده في ثانيه واحده، بتعرفه انت ان الطالب الاولاني يعني هنجمع له 5 درجات، يوم هو ايه جامع بقيه مجموع الايه ال 1000 طالب زي الطالب الاولاني بالظبط. فدي الفكره، فده بيوفر وقت كتير جدا. كده يبقى احنا خدنا فكره عن فكره الجداول الالكترونيه والحاجات اللي شبه. طبعا الاكسل اشهر البرامج اللي من النوع ده، في برامج كتير فيها شبه من اكسل لحد، بس اكسل اشهرهم على الاطلاق. طبعا هو برنامج زي ما انا بقول عليه دايما، هو اصلا اكسل ده اختصار لاكسلنت، يعني ايه ممتاز. فهو برنامج ممتاز بمعنى الكلمه، وبرنامج ذكي بيفهم، بتلاقيه بتحس ان في تواصل ما بينك وما بينه، تمام. حتى اعتمدوا على الفكره دي اكتر في اوفيس 2007 و2010، ان في تواصل اكتر ما بينك وما بين البرنامج بيفهمك كأن قبل ما تطلب الحاجه بيديها لك، فاهمني. فالاكسل كان فيه في 2003 الحكايه ديت اكتر من اي حاجه تانية. زي ما قلنا انك بتعلمه الحاجه مره واحده، هو بيعملها ان شاء الله 1000 مره. طبعا في برنامجين اساسيين لاي حد بيشتغل في الناحيه العلميه، اللي هو بيحتاج يتعامل مع ارقام وكده، الناحيه العلميه المتعلقه بالارقام مش المتعلقه بالعلوم زي الاحياء والحاجات اللي زي دي، لا مش العلوم اللي فيها كلام، يعني العلوم اللي فيها ارقام وحسابات. في برنامجين اساسيين لاي حد، اساسيين بمعنى كلمه اساسيين، اكسل وبرنامج تاني اسمه ماتلاب. ماتلاب ده برنامج ولغه برمجه، يعني برضه ايه اذكى بقى واعظم من الاكسل، برنامج عبقري يعني، ومبذول فيه جهد جامد جدا. ومثله كمان عن الاكسل ان هو اوبن اوفيس، اوبن اوفيس يعني برنامج مفتوح اي حد بيقدر يعدل فيه، فالعالم كله بيعدل فيه وبيطور فيه، فبرنامج جامد جدا. بس اللي مناسب بالنسبه للاشخاص العاديين والناس العاديه هو الايه الاكسل المناسب جدا. الناس بقى اللي تعاملها مع الحاجات دي تعامل متقدم بتحتاج تتعلم الماتلاب. الفئات المستفيده بقى من البرنامج سريعا سريعا كده، هنقول الفئات المستفيده طبعا طلبه كليات هندسه وتجاره وعلوم من اكتر الفئات المستفيده، يعني الطلبه بشكل عام مستفيد. تاني حاجه بعد كده الناس المهندسين بقى الفعليين والمحاسبين الفعليين، ومثلا ممكن يكون مدرسين الرياضيات، علماء الرياضيات، ناس اللي هي ليها تعامل مع الارقام بشكل اساسي بيكون حاجه زي كده. بس اكسل مش بيشتغل على الارقام بس، اكسل كمان بيشتغل على النصوص. يعني انت لو انت مثلا امين مكتبه عندك في المكتبه ديت 10000 كتاب، هتبقى حافظ اساميهم؟ لا، اكسل بقى بيعرفك ايه بتدون له كل الاسامي دول دي. والتعامل معاه اسهل من التعامل مع داتا بيس، يعني انت لو متعلم اكسس التعامل مع الاكسل اسهل، فالتعامل معاه اسهل من التعامل مع اي حاجه تانية. فممكن في ثانيه واحده مثلا تحب تعرف الكاتب الفلاني له كام كتاب عندك، تجيب الكاتب الفلاني
تعمل حاجة اسمها سورت، وتجيب الكاتب الفلاني تشوف كم كتاب لهذا الكاتب في المكتبة بتاعتك. ممكن نبقى نشوف بعض من هذه الحاجات. وكمان الفئات المستفيدة التجار وأصحاب المحلات والتجارة، يعني اللي هي فلوس رايحة وفلوس جاية وحاجات زي كده، واللي بيعتمدوا على ميزانيات وحاجات زي كده. دولت بيحتاجوا كمان، واصحاب المخازن بيحتاجوا يكون عندهم برنامج زي الاكسل. طبعا هو في برامج متخصصه لاداره المخازن، برامج متخصصه لاداره مش عارف ايه، كل حاجه بيبقى لها برامج بتاعتها، بس الاكسل بيتيح انك تعمل وتشكل زي ما انت عايز. يعني البرنامج ده لما انت هتشتريه، لو انت صاحب مخزن وانت بتشتري برنامج، هتلاقي البرنامج متصمم على حاجه معينه مش هتقدر تغير فيها، كويس؟ على حسب بقى عقليه وعبقريه المبرمج. انما الاكسل انت تقدر تغير وتظبط وتعمل، يعني الاكسل اللي ايه انت بتعمله بمزاجك. طبعا لو جينا نبص بصه سريعه ونقارن ما بينه وما بين 2007 2010، اكسل 2003 اصعب شويه، مش اصعب يعني، محتاج منك انك تبذل جهد اكبر على انك توصل للامر، يعني تتحرك الماوس زياده شويه، تتك تكه 2 3، والخيارات فيه قليله في 2003. 2007 2010 فيه بقى انت بتبذل مجهود اقل في العمل، وفي نفس الوقت الخيارات قدامك كتير، يعني مثلا شكل معين قدامك هنا 3 اشكال في الاكسل 2003، في 2010 قدامك 20 70، تمام؟ فبقى خيارات كتير جدا، فده بيسهل عليك حاجات كتير قوي. طبعا اضافة الى جمال الشكل، 2007 2010 احلى من 2003 كتير. طبعا انت ممكن تعمله بالبرنامج زي ما احنا قلنا كده، حاجات كتير جدا ممكن تستفيد بالبرنامج عن طريقها وتعملها زي ما قلنا، تعمل اي حاجه. هنضرب بعض الامثله طول ما احنا شغالين، على ان البرنامج ممكن يعمل اي حاجه محتاجه جدول، جداول الحصص ممكن تتعمل عليه، جداول شخصيه بتخصك. في استخدام جميل له بس مش موجود في عالمنا العربي للاسف، اللي هو ربات البيوت بيعملوا بيه الميزانيه، يعني في امريكا وفي بعض دول العالم الواحدة بتشتغل على الاكسل بتعمل عليها ميزانية البيت، لان هم هناك بيحبوا يحددوا النفقات ومش عارف ايه، وهم هناك احنا بنروح عليهم بوخة، لانما هم مش بوخة، هم حريصين شوية، بيعرفوا الفلوس بتروح فين وبتيجي منين، وما بيشوفوش وما بيصرفوش القرش غير في مكان، انما احنا يمكن نكون ايه مسرفين حبة وهوائيين او عشوائيين شوية، انما هم يمكن يكونوا منظمين عننا شويه في الناحيه الايه الناحيه الماديه. طبعا انا ما اقارنش ما بينها وما بينهم، بس انا قصدي ان ايه الموضوع عندهم ايه، رغم ان مستوى المعيشه اعلى، بس هم ايه عندهم نظره اوقع لموضوع الماديات دي، مش عشوائيين ومش هوائيين، وكمان ودي ميزه كبيره جدا فيهم ان هم مش استهلاكيين زينا، فده بيخليهم يستخدموا برامج زي كده. ربة بيت تقوم ماسكه الميزانيه بتاع البيت، يعني بتعمل البيت ميزانيه، اللي هو احنا بيجي لنا فلوس قد ايه وبنصرف فلوس قد ايه، تحط ده قصاد ده، وتبقى عايز مثلا توفر 100 200 300 400 الف وتعمل الكلام ده، خلاص. فده طبعا استخدام برضو ممكن نشير اليه سريعا، ازاي ربة البيت ممكن تعمل حاجه زي كده، تمام؟ مع العلم طبعا ان في عندنا في مصر اصلا دخول ما تحتاجش انك تعمل لها ميزانيات، يعني ما شاء الله، يعني في دخول يعني لو كفت بس لحد تالت يوم في الشهر يكون كويس، فدي مش محتاجة اكسل خالص، دي محتاجة يعني كرم من ربنا ومعونة وتقدير من الناس. الهدف من شرحنا زي ما قلنا ان احنا نخش جوه البرنامج، نخش جوه الكور بتاعه، جوه قلبه، جوه لبه، جوه جوهره، تمام؟ من اول مرة في خلال دقايق تلاقيك داخل جوه البرنامج، يعني كل اللي احنا بنعمله ده عبارة عن تسخين، كأنك نازل ماتش كورة، احنا انت بتسخن على الخط وبتسخن كويس قوي، فتقوم نازل تخش مود الماتش بسرعه قوي، فده اللي احنا عايزينه، تمام؟ فخلال الساعه ونص اللي هم هنتعامل معاهم على الاكسل كانه ماتش كوره، عايزين نتعامل معاه خلال ساعه ونص، تمام؟ الهدف من شرحنا زي ما قلنا الحكايه دي. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي، نفرض مثلا البرنامج جالي بالشكل ده، فطبعا البرنامج اول ما فتحته بالشكل ده فشكل مش عاجبني، تمام؟ ونفرض كمان ان هو مش موجود هنا، فبنظهر شويه حاجات، كليك يمين على الحته الفاضيه ديت وبنضغط الستاندر، وكليك يمين بنضغط الفورماتنج، وطبعا الستاندر والفورماتنج ممكن تلاقيهم ايه مرصوصين جنب بعض كده في صف واحد، فانت هتقوم ضاغط هنا وهتقول له لا انا عايزهم في صفين اون تو روز، تمام؟ يبقى كده ظهروا الستاندر والفورماتنج، الشريط القياسي والشريط الايه تنسيق في توروز. وبعدين هنا هتقول له مثلا تاسك بين، لو انت بتحب التاسك بين تكون ظاهره معاك، لو ما بتحبش خلاص اقفلها، كويس؟
تمام، ده البرنامج قدامك الاكسل فتح. لو بصينا بص ساعه على الاكسل كده هنلاقي الاكسل اللي موجود قدامنا ده انجليزي، يعني الحاجات والدنيا مترتبه في انجليزي. طب انا عايزه عربي، تكه واحده على الزرار كده بقى قلب عربي، بقى كنا كان من الشمال لليمين كده، بقى من اليمين للشمال بالزرار بتاع الشيت، الشيت رايت تو ليفت او ليفت تو رايت. كويس تمام. طيب الخانات اللي احنا بنتعامل معاها لازم تكون بالحجم ده؟ لا، انا عندي الاكسل اولا عباره عن ايه؟ الاكسل عباره عن عمدان وصفوف، ده عمود حبه خانات فوق بعضها، رصه كانها رصه طوب فوق بعضها، ده عمود كولم تمام. وصف اللي هما مرصوصين بقى جنب بعض، يبقى في عمود وفي صف. تقاطع العمود مع الصف زي ما انت شايف بيديني ايه؟ بيديني خليه، الخليه دي اسمها سيل، يبقى عمود وصف وخليه. كويس. نيجي بقى نبص على الموضوع بتاعنا. الخليه ديت هي وحده بناء الاكسل، زي ما الخليه وحده بناء جسم الانسان، الخليه وحده بناء الاكسل. فانا الخليه ديت مش واضحه قدامي، الخليه دي صغيره، انا الخليه بتاع الانسان لما عاوز ادرسها بكبرها بشوفها على كبير. فانا عامل هنا نفس الحكايه، اقوم واقف هنا اهو ومكبر الخليه كده. كويس تمام. طبعا مش الخليه لوحدها بتكبر، لا، كل اخواتها اللي تحتها بيكبر. وهنا اقوم واقف هنا اهو ومستني لحد ما السهم يجي لي بالشكل ده، اقوم مكبر كده. شوف انا خليت عندي خليه كبيره جدا. ليه انا عملت الخليه بالحجم ده؟ عشان اول ما اعمل اي تعديلات او اجري اي تغييرات هتشوف عليه. طيب انا بعمل ايه بقى بالاكسل؟ اول حاجه بدخل الكلام بتاعي وبدخل الداتا بتاعتي. اول حاجه مثلا انا بكتب اسمي ابراهيم عبد الحميد. طبعا لو واخد بالك خط صغير قوي، فبعلم على البتاع على الكلام بالماوس، علم على الكلام، وبعدين اعمل له خط ايه؟ تخين كده، خليت الخط بقلم تخين تمام. واكبر بقى الخط مثلا 26 36 حاجه زي كده. كويس تمام. لما بقف بقى كده انا كده كبرت الخط. لو عايز اغير نوعه كمان، عارف نوع خط معين، باجي من هنا واختار النوع زي ما احنا عارفين. ماشي، مثلا ده نوع خط مألوف بالنسبه لي. كويس، اجي بقى اضغط على الخليه، اضغط ضغطه بره عشان اخرج بره الخليه، واضغط هنا في قلب الخليه واقول له انا عايز الكلام يبقى في الوسط اللي هو السنتر تمام، او عايزه على الشمال او عايزه على اليمين. يبقى انا كده ظبطت الكلام بالنسبه للخليه في وسطها ولا على يمينها ولا على شمال. نصغر بقى شويه تاني كده، يبقى الخليه ايه بالنسبه لنا؟ واضحه الكلام اللي جواها. نصعد الحاجات بقى اللي موجوده. قلنا هنا هتجيب نوع الخط، تختار نوع الخط اللي انت عايزه، اذا كان خط اندلسي، اذا كان خط تهومه، اذا كان اي خط من الخطوط. هنا حجم الخط، حجم الفونت بتاعك، اذا كنت عايزه فونت كبير، فونت صغير، فونت اكبر، فونت اقل. 48 كبر شويه، نزله تحت بقى ل 36 تاني. عارف عايز حاجه معينه، بضغط ضغطتين هنا وبقول الرقم بتاعي مثلا انا عايزه 20. كويس، واقوم ضغط، انا مختار البتاع بالضغط، انا عايزه 36 بدل ما افتح بتاع. بعد كده عندي بولد ويتاليك اللي هو بيبقى خط مايل، واندرلاين اللي هو تحتيه خط. يبقى ممكن اخليه بولد اللي هو بقلم تخين سميك يعني، ومايل وتحتيه خط. كويس، وزي ما قلنا ممكن نعمل محاذاه ناحيه الشمال، نجيبه الكلام ناحيه الشمال، نجيبه في الوسط، نجيبه ناحيه اليمين، اخليه انا في الوسط. كويس تمام. ولنفرض بقى ان احنا رجعنا صغرنا الكلام كده وخدنا الخليه ديت كليك يمين قط. كويس تمام، بلاش خليها دي كليك يمين قط، عايزين نرجع في كلامي. اضغط اسكيب على لوحة المفاتيح، اقوم ضاغط ضغطتين جواها، واقوم مختار الكلام اللي جواها كله، واخد الكلام نفسه قط، بلاش الخلية نفسها. ورجعت صغرت الموضوع تاني. كويس تمام. نفرض ان انا في وسط الشيت الاكسل وفي وسط الصفحه كده عايز اكتب اسمي تمام، وعايز اكتب اسمي في اكتر من مكان. فلو ضغطت كليك يمين وكنترول في كده هلاقي اسمي مش مكتوب، مش متظبط. ففي حل للموضوع ده، ان انا ادمج مجموعه خلايا مع بعضها، اعلم على شويه خلايا كده واقول له ايه يعمل لهم ادماج، يعني يخليهم كلهم خليه واحده، يعني مجموعة خلايا زي ما قلنا ايه، هي طوبة جنب طوبة جنب طوبة، انا عايز اخليهم كلهم طوبة كبيرة تمام. فده اللي هنعمله بالزرار ده اللي هو بيعمل ايه؟ ادماج ليهم. فلو خدت بالك ابراهيم عبد الحميد جت في الوسط، اغير لها الفونت بقى، اخليه مثلا 24، اخرج كده اهي. كويس، فطبعا واحد يقول لي ده مش كفايه، اقوم عامل لا، عامل ادماج تاني، اضغط على الزرار ده اضيع الادماج، وبعدين اضغط عليه تاني ارجعه. كويس،
فكده انا عملت ايه اللي هو ايه الدمج مش ادماج، دمج. عملت الايه الدمج، كويس كويس جدا كده. استعرضنا اهم الحاجات اللي موجوده عندنا فوق. لو بصينا بعد كده هنلاقي ان في بتاع بيقول لي ان ده اشتغل ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت ولا كونتكست، يعني اهو الحكايه دي مش هتبان غير في الايه، غير لما يكون عندي حاجه زي باراجراف كده، فاقوم مدخل مدخل اول سطر سنه، يعني ادخل اول سطر سنه للباراجراف او حاجه زي كده، اعمل له يعني ايه مش مدخله سنه، مش عارف اقولها الحقيقه، مش خاطر على بالي مثال مثال ليها حالا. المهم نخليها كونتكست، يعني يعني قصدي الكلام بيدخل، اقولها ازاي دي، الكلام بيدخل على وسط على وسط الصفحه، يعني على وسط الخليه، كويس. انا ممكن هنا ادخل الكلام على اساس ان انا بدخل الكلام من اليمين للشمال، فتلاقي ان انا اخر العلامه اللي في الوسط ديت، العلامه اللي عامله شرطتين فوق بعض ديت، شرطتين جنب بعض ديت والمثلث قدامه، دي علامه ان انا نهايه الباراجراف، نهايه القطعه، والعلامه السهم ديت علامه الكلام اللي انا بدخله. فممكن ادخل الكلام من اليمين واخلي نهايه القطعه نقطه، النقطه اللي هي بتمثلي نهايه القطعه في الشمال او العكس. هنا بقى انا بدخل على اساس ان نهايه القطعه في الوسط، فالكلام بيطلع من الوسط زي ما بقى طلع ينبوع ميه كده، بيطلع من الوسط على الناحيتين، على الجنبين يمين وشمال، فده احسن بالنسبه لي، تمام. الحكايه دي ما بنحتاجهاش قوي يعني، بس انا ادينا بنقولها. بعد كده بنبص بقى نلاقي هنا الكرنسي، لو انا محتاج اظبط عمله بكتب رقم معين ومحتاج يكون له عمله اهو، ضغطنا لقينا ده كتبني، انا كنت كاتب 10 خليها لي 10 جنيه مصري على اساس ان اظبط العمله ديت بالموضوع ده، خلاص كويس. بعد كده لو انا عايز اظبط نسبه، انا كنت كاتب 10 خليها لي 1000%، يعني انا محتاج ان اكتب واحد فخليه لي ايه 1% كذا، فايه بس انت اخدت بالك ان انا في اول مره لو شلنا ده خالص، وفي اول مره كنت كاتب 10 تمام، في خليها تانية، في خليها تانية نجربها، كنت كاتب 10 فهو ال 10 مش هيخليها لي 10%، لا ده هيخليها لي ايه 1000%، ليه؟ لان هو بيضرب في 100 وبعدين يحط علامه ال 100، بيضرب في 100 وبعدين يحط علامه ال 100، فخلي بالي من الموضوع ده، خلاص كويس قوي. طبعا لو انا عملت تغيير معين وشلت الخليه لقيت لسه التغيير موجود، يعني انا لما بكتب 10 بلاقي برضو احط علامه دي، انا عايز اشيل العلامه دي اعمل ايه؟ اقوم ضغط على الخليتين اللي انا عايزهم، ومن اديت اقول له في حاجه اسمها كلير، كلير اول، فيشيل لي كل حاجه من من الخليه، لو كلمه ديليت ما بتشيلش كل حاجه، كلير بتشيل كل حاجه، كويس تمام. ادي ضغطت على 10 هلاقي لو بصيت فوق برضو هلاقي ان انا عايز ازود اصفار، او عايز اقلل اصفار، اللي هي الاصفار اللي بعد العلامه العشريه، الاصفار اللي ملهاش لازمه دي، كويس تمام. هنا بقى لو انا عايز اعمل انكريز ديبندنت او ديكريز ديبندنت، يعني احرك السطر الاول زي ما كنت بقول سنه يمين او سنه شمال، علشان يكون وضعيته بالنسبه للنص مناسبه، يعني بدخل اول حاجه كده، دي طبعا الحاجات دي ما بتحتاجهاش في الاكسل خالص، بيحتاجها غالبا في الوورد تمام. ونفرض ان في مربع من ده عايز اخليه مربع مميز، باجي من هنا بلاقي له بوردرز اللي هو حدود، كويس. ممكن اعمل له حد من اسفل فكده عنده حد سفلي بس، كويس. ممكن اعمل له حد من الاربع جهات اهو، فكده عنده حد من الاربع جهات مميز الراجل، تمام. كده ممكن اعمل له ممكن اعمل درو بوردر، ان انا اجيب قلم رصاص وابدا ارسم في البوردرز بتاعتي زي ما انا حابب، كويس تمام. ممكن اقوم لاغي الموضوع ده كله ومعلم هنا واقول له ايه من غير بوردرز خالص، خلي لي خليه الاكسل بتاعتي شكلها عادي تمام. بعد كده لو كملنا برضو تصفحنا السريع، احنا الاول هنتصفح البرنامج تصفح سريع ونعرف اهم الاوامر فيه، وبعد كده نبدا نضرب امثله عمليه توضح لنا البرنامج بالظبط. لو بصينا في البرنامج، لو بصينا قصدي في الخليه اللي احنا كاتبين فيها ابراهيم عبد الحميد ومكبرينها ديت، فهنلاقي ان الخط لونه اسود. طب انا عايز اخليه احمر، اضغط هنا اهو على السهم ده، السهم اللي جنب حرف الايه، واقوم ضاغط مثلا على اللون الاحمر كده خلى لي الكلام لون احمر. طيب عايز اخليه اسود، طيب ازرق،
كويس. طيب عايز اخليه ازرق على خلفيه صفراء، ادي الخلفيه الصفراء. ما دام اللون الاصفر الظاهر يبقى لو اتكيت على العلامه نفسها كويس، على علامه الملء نفسها، هي ايه؟ هيخليه لون اصفر. طيب الاصفر ده مش عاجبني دلوقتي، انا ضغطت عليها تاني هتجيب هتخليه لون اصفر برضه، يبقى انا هحتاج اغير الاصفر. يبقى هضغط على السهم اللي جنبها، السهم اللي جنبها يفتح لي قايمه، القايمه دي بقى اختار منها مثلا ان هو يبقى برتقاني، حاجه زي كده. طب انا مش عايزه يبقى في حاجه خالص، اقول له ايه؟ نوفل. طب وانا عايزه يبقى اسود، اقول له اوتوماتيك، اللي هو ايه؟ الاسود او الافتراضي بتاعه. الخليه ديت انا مش شايف بوضوح، انا قدامي عدد كبير من الخلايا بس مش شايفهم بوضوح، عايز اعمل ايه؟ ازوم، يعني اعمل زوم ان اهو، خليه 200% كل حاجه تتضرب في 2، فالدنيا قربت قوي مني. كويس تمام. فاكرين في حاجه كانت اسمها درونج بار، شريط الرسم كان بيبقى موجود في الوورد اهو، لو ضغطت هنا هيظهر لي برضو درونج بار، لو انا محتاج ادخل رسمه او وورد ارت او محتاج اعمل اي حاجه ارسمها جوه البتاع، او محتاج اعمل ايه ظلال و3 دي و2 دي والحاجات اللي احنا كنا شفناها في الوورد او شفنا بعضها يعني. لو انا محتاج اعمل تشارت بضغط على هنا بيطلع لي ويزارد، بس عشان اعمل تشارت محتاج ان انا ادخل شويه داتا، فهنعمل تشارت بس بعد ما ندخل الداتا. لو انا كاتب شويه ارقام شوف الحركة دي بقى، أنا علمت الإكسل حاجة إن أنا بكتب 1 وبعدين 2 وبعدين 3 كويس، فالإكسل بيفهم كده، بيفهم الإكسل إن أنا عايز أعد أرقام بس، فعلمه على التلاتة دولت، وبعدين أجي من الجنب لحد ما العلامة الزائد دي تتحول لعلامة زائد تانية، البيضة دي تتحول لعلامة زائد سمراء، لو واخد بالك أدي أبيض هيتحول لأسمر أو مشادد، ألاقي الإكسل بيكتب الأرقام لوحده. فلو عايز أكتب لحد 1000، عايز اكتب ارقام من 1 لغايه 1000، ما اكتبش في الاكسل، بعمل ايه؟ بعمل حاجه بسيطه جدا اللي هي الحاجه اللي انا قلت لك عليها دي، بقوم داخل على الاكسل اللي كاتب 1 2 3 4 وعلم على الارقام دول، وبعدين بعد ما اعلم اقف عليها هنا احول علامه الزائد من بيضه لسمراء، واقوم نازل تحت معشيه الاكسل لحد تحت خالص، ان شاء الله اوصل ل 10000. كويس مفيش مشكله خالص. دي نقطه. تاني حاجة بقى، الإكسل اللي بيرتب الموضوع تصاعدي تنازلي. وكده اهو كده رتبهم ايه؟ تنازلي. يعني انا شايف الارقام كانت مترتبه تصاعدا، انا كاتبها من 1 لحد 10 رتبهم هو بالعكس، طبعا هتلاقي ايه تو زد زد تو ايه، كويس اسندنج وديسندنج تمام كويس قوي. نيجي بعد كده بقى لايه، لتفاصيل اكتر في الاكسل، نبص بقى لاهميه الاكسل الحقيقيه. اهميه الاكسل الحقيقيه في اجراء العمليات، بمعنى ان انا عندي ده 1 وهنا 2 كويس، عايز انا انسخ من الاثنين ديت كذا 2 اهو، اقوم نازل بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها، بس هناك منه رقم 1 فبينسخ منه كذا نسخ، انما لو كتبت له 1 2 3 4 بيفهم ان انا عاوز اعد، يبقى انا لو كتبت له 1 2 3 4 بيفهم ان انا عايز ارص ارقام كويس. طيب لو انا كتبت له 1 بس وجربت الحكايه ديت هيعمل ايه؟ هياخد من الواحد ده كوبي، كوبي 2 3 4. طيب في حاجه تانيه، في واحد يقول لي لو انا كتبت 2 4 6 8، الاكسل بيفهم هيعرف ان انا عايز زوجي بس، يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب الاعداد الزوجيه، الاعداد الفرديه كمثل، كويس؟ يبقى الاكسل بيفهم العلاقه ما بين الارقام بتاعتك، وبيعمل لك على اساسها الرصه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، انك بتقف على الحاجه وتعلم الحاجات اللي انت عايز تعمل منها تسلسل معين، وبعدين بتقوم عامل ايه؟ العلامه دي تحولها من ابيض لاسود وتقوم شغال بيها زي ما اتفقنا. كويس قوي. طيب العلامه، الموضوع ده بقى عايز إيه؟ ان انا اجمع 1 زائد 2، 1 زائد 2 ب 3. طيب لو ضغطت كده اهو وقلت له ايه، اخترت من هنا العمليات الاساسيه، فاقول له صم جمع لي منها 3. صم يعني ايه؟ يعني جمع. يبقى انا عندي خليه واثنين خليه وجنبها خليه تانيه، عايز اجمع محتوى الخليه دي على محتوى الخليه دي، كويس؟ فدي بقى عبقريه الاكسل، ان هو جمع لي الخليتين. طبعا ده موضوع تافه جدا، بعض الناس تقول لك انت جمعت 1 زائد 2 بيساوي 3، ايه العبقريه في كده؟ هقول لك بقى العبقريه. العبقريه بقى يا سيدي انك لو قدامك عمليه جمع
مثلا وانت كمحاسب بتشتغل في عمليه جمع او كمهندس، طبعا مهم جدا للمهندسين كافه اطيافهم، يعني مهندسين مدني ومعماري لا معماري لا مدني وميكانيكا وكهرباء وباقي المهندسين يعني بكافه اطيافهم بيحتاجوه، تمام؟ ومعماري طبعا ممكن يحتاجوه، بس قصدي المعماري تخصصهم اصلا يعني ايه في بعد الرسم وبعد التخيل اكتر. المهم نيجي للموضوع، احنا دلوقتي لو فرضنا ان انت عملت عملية معينة، خدت رقم واحد وجمعت عليه رقم وضربته في رقم وعملت مش عارف ايه، وبعدين يعني خدت الرقم الاصلي ده وعملت عليه 20 على 30 عملية، ايه اللي هيحصل؟ هتفاجأ ان الرقم ده مثلا كان غلط، تمام؟ فهتحتاج تكرر ال 20 عملية تاني. اكسل لا بتصحح الرقم بس، يعني انا لو فرضنا ان انا ما كنتش عايز اجمع 1 زائد 2، انا كنت عايز اجمع 3 واضغط انتر، شوف خلالي 3 زائد 1 ب 4، يعني اكسل بمجرد ما انت بتغير التعديل اللي انت بتعمله هو بيعمله في ثانيه، تمام؟ هو فهم انت عايز تعمل ايه، وبعدين فهم انك عايز تعدل في الرقم ده لانك غلطت فيه، يبقى هو كانه اله حاسبه، بس اله حاسبه ذكيه قوي، اله حاسبه فهماك، مش بتدخل عليها الارقام وتجمع بس، لكن ايه كمان بتتعامل معاها التعامل الذكي ده. كويس قوي، نيجي بقى النص لموضوع تاني. لو علمنا على ده وسيبناه بقى من العلامه، طبعا العلامه دي نفسها لو ضغطت عليها هيعمل لك عمليه الجمع اللي هو السبميشن اهو كده جمعنا، تمام؟ ماشي. لا انا مش عايز اعمل جمع بقى، اضغط على السهم نفسه اقول له ايه، انا عايز الافريج، الافريج اللي هو المتوسط، عايز اعمل الافريج اللي هو المتوسط، اعلم كده اهو ده الافريج، الافريج بتاع رقمين ان انا اجمعهم على بعض واقسمهم على اتنين، انا معايا برتقانتين وانت معاك برتقانه وعايزين نقسمهم بالعدل، فنعمل ايه؟ نحط الاتنين على بعض، فدي 2 زائد 1 بيساوي 3، اقوم قاسم التلاتة على 2 انا وانت، يوم كل واحد يبقى نصيبه 1.5، ده الافرج، ده المتوسط الحساب. كويس؟ تمام. اعلم على ده واقول له لا انا عايز اعمل اشوف الماكسيمم بتاعهم، يعني رقمين عايز اعرف مين الكبير فيهم، الاتنين اكبر من واحد. طيب عايز اعلم كده اهو، اقول له اشوف المينيمم بتاعهم. كويس. طيب واحد يقول لي ينفع اقوم واخد من دولت كده كوبي ونازل كده اهو، كويس، عايز اجمعهم اضربهم في بعض، ينفع اضربهم؟ اه ينفع تضربهم، ممكن تضربهم باكتر من طريقه، هنقول على طريقه جديده دلوقتي، انت عرفت تضربهم عن طريق الزرار ده، عرفت تجمعهم وتطرحهم وتعملهم عن طريق الزرار ده، تمام؟ في عن طريق الزرار ده في حاجه اسمها مور فانكشنز، الحاجات اللي احنا استخدمناها ديت اسمها فانكشنز، يعني ايه؟ دوال. البرنامج بيتيح لك خيارين اتنين وانت بتعمل العمليات اللي موجوده فيه، الخيار الاولاني انك تعمل